اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه، وبنبتدي فقراتنا في نهارك سعيد مع فقره الصحافه. يكون مشرفنا الاستاذ الكاتب الصحفي استاذ محمد زكي، نائب رئيس تحرير جريده الوقت. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. هنتكلم عن الاخبار، وهي الاخبار شارحه نفسها، لانه حكايه الاضراب اللي عاملينه سائقين النقل والحقيقه يعني في قلق بسيط كده في البلد، بس خايفين انه يتزايد الفتره القادمه، خصوصا ان احنا داخلين على 25 يناير، فنتمنى انه الاوضاع تستقر شويه ونمتص الازمات. من الاهرام الصفحه الاولى، 15 ابريل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه. ومن نفس الصفحه، اول قمه مصريه ليبيه بطرابلس اليوم بعد ثورتي البلدين. ومن الاخبار الصفحه الاولى، منشط توقع ترشيح الكتتني اليوم لرئاسه مجلس الشعب. والمصري اليوم الصفحه الاولى، خبر اللي كنا بنقول عليه الصبحيه، لا بنزين لا بوتاجاز لا سولار، مصر بدون وقود. والمصري اليوم الصفحة الثالثة، معركة التحالفات، الوفد يقترب من العودة إلى الإخوان. والشروق الصفحة الأولى، أخيرا السني يسلم نفسه بعد 4 أحكام إعدام لقتل متظاهرين أمين شرطة قبل ترحيله إلى ترى، أثق في براءتي وفي نزاهة القضاء. والأهرام الصفحة الأولى، محامي مبارك أعد خطة الدفاع والمحاكمة ستشهد عدة مفاجآت. والأخبار الصفحة الأولى، مظاهرات لأصحاب المعاشات لزيادة 10%. وآخر خبر من المصري اليوم، صحفي الأهرام يمنعون رئيس التحرير من دخول مكتبه وحماد يعدهم بتقديم استقالته. وناخد الأخبار بالترتيب، الأهرام الصفحة الأولى، 15 إبريل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة. ده الخبر اللي أعلنه أمس اللواء محسن الفنجاري عضو المجلس العسكري، وقال ان حدد فيه باب ترشح الانتخابات الرئاسيه، وذلك بعد اعداد الدستور. ما فيش شك ان موضوع انسحاب الدكتور محمد البرادعي فجاه وخروجه من الترشح او السباق الرئاسي عمل نوع من ثورة تانية، تحريك المياه الراكدة. لأن هو توقع، يعني في ناس حللوا خروجه أو انسحابه إن هو فرصة تضاؤل فرصته في يعني في خوض هذه الانتخابات، وفي ناس تانية يعني قالوا أكتر من مبرر، ولكن هو قال أنا هخرج من السباق الرئاسي وهتحول إلى إن هبقى معارض وموجود في الثورة، لانه ما فيش شك ان الدكتور البرادعي قام بدور خطير جدا في ما قبل ثوره 25 يناير. هو حرك المياه السياسيه الراقده قبل هو شارك في شراره اشعال الثوره، طبيعي كان سبب رئيسي عشان كان موضوع التوريث. يعني أنا لو رجعنا تاني، كيف الثوره كان اساسها الفساد والتوريث، كان هو عايز حرك هذا، واستطاع فعلا أن قام بدور خطير جدا قبل الثورة وأشعل هذه الثورة، وكان يعني كان نتائجها لطاحة بالنظام الرئيس السابق، ونجح فعلا، ولكن كان قنبلة موقوت أو قنبلة كانت مدوية بالنسبة لإعلان انسحابه لخوض الانتخابات الرئاسية. قد يكون هناك أسرار في داخل هذا شخصية هذا الرجل، ولكن الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد أسباب انسحابه من السباق أو الماراثون الانتخابي. البعض يقول أنه ده في يعني صدمة أو يعني انتقاد شديد للاتجاه السياسي السائر بالنسبة للنظام في الفترة القادمة. يعني ده بيقودنا لان برضه يعني كان اقوى من اقوى الشخصيات اللي كانت هتخوض هذا الانتخابات هو الدكتور محمد البرادعي، زي ما قلت شخصيه مرموقه، شخصيه استطاعت ان تحرك المياه السياسيه الراقده زي ما انا قلت. من والبعض يا فندم برضه قال انه دي استراتيجيه منه، لانه هو قال انا يعني اللي هو لن اتوقف عن دعم الثوره ولكن بشكل غير رسمي. لا يعني هو مش هتوقف ابدا، هو جزء من الثوره، هو جزء من الثورة. على العمل بس خارج الإطار. أنا هتواجد في الاحتفال بمرور السنة الأولى على الثورة في 25 يناير الحالي، ولكن يعني مش احتفال بقى، مش هيبقى احتفال، مش عايزين احتفال، الاحتفال يعني مش عايز أقول احتفال الثورة، ولكن الثورة لم تكتمل بعد، وبالتالي مش عايزين نحتفل بهذه الثورة، احنا عايزين إنجازات الثورة
ما شفناهاش على ارض الواقع، كله كلام على الورق. ولكن انا اتمنى ان احنا يعني نتحرك يعني لقدام شويه، ونستطيع ان يعني نصل الى اهداف الثوره، ثوره لم تحقق 10% من اهدافها. وعموما هتظهر نتائج فتح باب الترشح وموقف دكتور البرادي، هتظهر برضو النتائج والتداعيات في الايام القادمه. خبرنا التاني من الاهرام الصفحه الاولى، اول قمه مصريه ليبيه بطرابلس اليوم بعد ثورتي البلدين. النهارده الدكتور المشير محمد حسين طنطاوي هيلتقي بالدكتور عبد الجليل اللي هو المجلس في رئيس المجلس الانتقالي الليبي. هناك تعاون بين مصر وبين ليبيا. اولا ما فيش شك ان مصر وحدود مصر الليبيه يعني بيقودنا اننا لابد يكون هناك تعاون بين البلدين، بين مصر وبين ليبيا. واولا مش عايزين نقول كمان احنا يعني عندنا ثوره، عندهم ثوره، اطاحوا، احنا اطحنا بالرئيس مبارك، هم اطاحوا او يعني تم تصفيه او يعني حاول تصفيه الرئيس والمعمر القذافي. مش هنوصل، ولكن احنا في سبيل اهميه التعاون من مصر وبين ليبيا لصالح البلدين. والاخبار الصفحه الاولى، توقع ترشيح الكتاتني، دكتور الكتاتني اليوم لرئاسه مجلس الشعب. وطبعا ده يعني كان متوقع بالنسبه لانه الاغلبيه من حزب الحريه والعداله. لا يعني هو احنا عايزين يعني توليفه البرلمان، اما في الشك ان حزب العداله الحريه والعداله استطاع ان يعني يحصل على اكبر عدد من المقاعد مجلس الشعب، وبالتالي يستطيع ان يقود البلاد خلال الاربع سنوات القادمه. وبالتالي هناك ترشيح من الدكتور محمد سعد الكتاتني في اجتماع النهارده لحزب الحريه والعداله، هيحدد ترشيحه لرئاسه مجلس الشعب. وبالتالي احنا نتمنى ان يكون مجلس الشعب القادم مجلس فيه تفعيل لهذا المجلس، لان هذا المجلس انا مش هقول هذا المجلس هيستطيع ان ينقل مصر الى مصر جديده بعد ثوره 25 يناير. وخبرنا اللي جاي من المصري اليوم الصفحه الاولى، والخبر اللي منتشر جدا دلوقتي والناس كتير بتعاني منه، ويمكن اللي بيعانوا منه بنزين 80 يمكن اكتر قبل كده، انه الخبر بيقول لا بنزين لا بوتاجاز لا سولار، مصر بدون وقود. وما يعني ما اعتقدش ان ده خبر فئوي او ده يعني ممكن طبيعي. يبقى لانه برضو انا عايز اضيف حاجه، لا امن كمان يعني لا بنزين لا بوتاجاز لا سولار لا امن. اذا كان الكلام اللي بيحصل موضوع الامن وضبطنا على ارض الواقع، انا لم استشعر حتى هذه اللحظه كمواطن ان في امن. في ناس بتتخانق على فكره في المحطات وبيضربوا بعض على البنزين. ما فيش امن، امن يعني حتى النهارده يعني اولا كان في مشكله البنزين في الايام القليله كان على بنزين 80، وكان الغالبيه من السواد الاعظم من الشعب بيستخدموها على اساس طبيعه سياراتهم القديمه وبتاع. النهارده البنزين مشى على 80 و90 و92 و95، يعني النهارده يعني بقت ازمه خانقه في الوقود. موضوع البوتاجاز نفس القصة، هناك قطع طرق، قطع في مظاهرات، في يعني في طب انا عايز اقف بس عند قطع الطرق والاحتجاجات باشكالها المختلفة. ناس كتير بتعترض عليها جدا، انه عمال شركة هنا طالبين حقهم، انه الناس هنا معتصمة عشان البنزين عشان السولار. هو السؤال دايما الناس ما بتجرب يعني بتجرب حاجه وما بتكررهاش غير لو جابت نتيجه. الناس بتعمل كده لما بتلاقي نتيجه، طب ما هي بتكرر ده، احنا طب ليه ما بنعالجش الازمه من الاول؟ لا هقول لحضرتك حاجه، احنا في مشكله في مصر، مشكله اداره، وبقت السلطه سلطه مركزيه. يعني النهارده لما اجي النهارده محافظ، هنفترض محافظ كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ هو المسؤول رقم واحد، هو رئيس جمهوريه كفر الشيخ، لابد ليه تحرك المواطن؟ طبعا المحافظ صاحب كفر الشيخ حق الرد تماما. لا انا مش بقول كفر الشيخ تحديدا، انا بقول مثلا اي محافظ على مستوى المحافظات الجمهوريه هو رئيس جمهوريته، ويستطيع ان يحتوي اي ازمه او اي قضيه. بس يا فندم عمليا في الفتره دي كل الناس بتبقى خايفه تمضي على ورق، مش تمضي يعني برضو الناس ينزل متخوفه. حول حضرتك حاجه، احنا عايزين مسؤول ميداني ينزل الشارع ويتحالف ويتضامن مع المواطن.
احنا لحد النهارده بعد الثوره المسؤول موجود في مكتبه المكيف وسايب المواطنين في الشارع. انا النهارده لو محافظ موجود وعندي ازمه بنزين، عندي ازمه بوتاجاز، انا كمحافظ هتحرك من مكتبي واتضامن مع المواطنين وحل مشاكلهم. المواطن اللي ما بيلاقي مشاكله لم تحل فيلجا الى اسلوب قطع الطرق والاحتجاجات، واحنا عارفين القصه دي كلها. وبالتالي انا بتوقع هناك في نيه مبيته. هل انا مش عايز اتهم جهات معينه في مصر ان وراء هذه الازمه. يجي النهارده الدكتور وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق هيقول، هيعلن النهارده في مؤتمر صحفي اسباب المشكله. طب حل المشكله ثم اعلن. انا عايز تحل مشاكلي كمواطن، كمواطن الاقي البنزين، الاقي البوتاجاز، الاقي كل، الاقي الامن. انا النهارده لازلنا بقول النهارده اضفت بقى حاجه اربعه، الامن. طيب. وبالتالي احنا لابد ان نحاسب كل مسؤول لا يتحرك لحل مشاكل المواطنين. طيب استاذ محمد، للاسف لان وقتنا خلص، خلينا بس نختار خبر من الاخبار اللي باقيه نختم بيه ونقول عليه تعليق سريع علشان وقتنا خلص. اتفضل حضرتك. حضرتك اختار من الاخبار اللي والله هقول لحضرتك خبر حاجة. يعني مفيش محاكمة مبارك الناس منتظرينها. خبر الأهرام الصفحة الأولى الخبر رقم 7. محامي مبارك قعد تخوض الدفاع والمحاكمة ستشهد عدة مفاجآت. أولا هقول لحضرتك حاجة، يعني محاكمة مبارك أنا مش هتدخل كمحاكمة، ولكن أنا برصد المشهد القضائي. هناك في الشارع المصري في غليان. النهارده محاكمة مبارك وستة ونجليه علاء وجمال وست وزير الداخلية اللي هو رأس الأفعى في هذه الثورة وستة من كبار مستشاريه بحكمتهم، بقالهم سنة محاكمتهم النهاردة. الشارع المصري فيه غليان، احنا داخلين على الثورة أو الذكرى الأولى، مش هقول الاحتفال، الذكرى الأولى، الذكرى الأولى للثورة خلال أيام ولم يتم محاكمته. هناك المحاكمة، هناك برنامج لدفاع الرئيس مبارك هيشهد مفاجآت، لأن مش عايز أقول لك هناك، لأن من ناحية قانونية في كلام كتير جدا، على أرض الواقع في كلام كتير جدا. طبعا يا فندم، هو أنا مش هقول، هو حضرتك قلت كلمة مهمة ممكن نختم بيها، إنه ذكرى الثورة قادمة يوم 25 يناير اللي جاي، ولم تنتهي محاكمة الرئيس المخلوع حتى الآن، ولم تتحقق 10% من أهداف الثورة. أقلها حقوق الشهداء، ده لو احنا عايزين نتكلم اللي هو أبسط حاجة خالص. أقل حاجة خالص. أستاذ محمد زكي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الوفد، نورتنا يا فندم وبنشكرك جدا، شرفنا. أهلا بيك. مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا، هنسيبكم مع تقرير عن الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، أقيم بإحدى القرى السياحية احتفال بذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. تضمن الاحتفال ندوة لدكتور حسن نفعة وافتتاح متحف دائم لمقتنيات الزعيم الراحل. نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك سعيد، تابعونا.